للأمانة هناك تقدم في جلب نخيل إيراني سيء المنشأ ورصف وصبغ أرصفة في مدينة الموصل نخيل؟ ليش احنا وبعض البصرة نجيب من البصرة، مو ظل النخل بالبصرة؟ ما ظل النخل بالبصرة. الإيراني أفضل، هسه كل شيء إيراني، سهت إيران، أجي طيب تمسك سهت إيران، المهم زين البضاعة الإيرانية تمشي في داخل العراق مو بالموصل، كل العراق. زين فالمهم لديهم هو صبغ الأرصفة، والمسؤول الفلاني ومعه 4 5 مقصات ليفتتحوا مشروع بائس يكلف ميزانيات كبيرة في مدينة الموصل محافظة نينوى. يعني أبسط شيء من الحلول الترقيعية والتي لم تنجز، وقع المحافظ نينوى عقود لتجهيز جسور مؤقتة، جسور عائمة مؤقتة، زين وقعها من شهر الواحد نهاية الواحد بداية الثاني وقعها، ولحد الآن لم تنجز. وعلى الحديث عن جسور مؤقتة بالمليارات، طبعا لحد الآن لم تنجز هذه الجسور. السؤال الأهم، إذا كانت الحكومة سرقت معظم 80% من محافظة نينوى لعجزها، هناك عجز أسعار نفط إلى آخره، 20 أو 30% التي دخلت محافظة، يعني أنا أتحدث مع مدير مستوصف صحفي يقول ما عندي أني نثرية، أقول له النثرية مالك كذا، رقم يجي ما عندي. إذا أي دائرة أمسكها أحكي مع مدير الدائرة أو موظف الدائرة يقول أنا ما عندي فلوس. زين، الفلوس اللي مخصصة لمحافظة نينوى ولمدينة الموصل أين ذهبت؟ خلي أبناء مدينة الموصل يسمعوني الآن عبر قناتكم، خلي يقولون لا أكو مشاريع بنى تحتية وهذا الرجل ما يعرف، خلي يقولون أكو جسور، خلي يقولون أكو مستشفيات، خلي يقولون أكو عمار ومدارس في محافظة نينوى. خلي يعني اليوم الضيفة الكريمة تقول ماكو ربط بين الطرق في بين المركز وبين الأقضية، هو الطرق في داخل المدينة مدمرة لحد الآن لم تبنى. لحد هذه اللحظة إذا تذهب إلى مدينة الموصل القديمة تشم رائحة الجثث، يعني هناك إرادة سياسية لعدم إعادة هذه طيب المدينة طيب بطريقة أو بأخرى، وعبر تنصيب رؤوس الفساد. يعني كل شيء دخل بالمحاصصة، حتى رئيس القسم في كل دائرة إذا ما كان تابع للحزب ويدفع المقسوم لا يستلم وما يستلم ويحارب. عندي مهندسين تم محاربتهم في بلدية الموصل لأنه اكتشفوا حالات تزوير وفساد في البلدية والسير على أراضي الدولة. تعرف لحد الآن عندنا واحدة من اللجان شكلت قبل أسبوعين، لحد الآن 600 عقار وأملاك دولة رجعت لحد الآن. تعرف النزاهة وقفت عقد أسد ب 89 مليار بناء على ما نشرناه في موقعنا في الفيسبوك وتويتر. تحركت دائرة النزاهة وتناولت بعض الفضائيات مشكورة الشرقية والموصلية. اليوم المجتمع الموصلي ناقم على ما يحدث، ناقم على الإدارة المحلية، ناقم على الحكومة المركزية. الحقيقة الإهمال متعمد بشكل كبير وواضح، وتحتاج مدينة طيب الموصل ومحافظة نينوى والوقوف سعود بشكل حقيقي مع أهاليها. جميل.